تحية لكل مشاهدينا بلبنان وخارج لبنان عبر شاشة مريم تي في، برفقتكم دايما ريتا. رح نمضي نص ساعة من الوقت تقريبا من خلال برنامجنا الصباحي، برنامج كافي بريك. هذا البرنامج مشاهدينا مثل العادة بتضمن فقرات عديدة يلي بتزودكم بالمعلومات القيمة والمميزة والفريدة من نوعها ويلي بتفيدكم وبتفيد كل الناس. مشاهدينا مثل العادة على طول أنا بحب بلش معكم بصلاة أو كوت أو مقولة أو قول من أقوال القديسين، هيك مرقت معي أم قريتها على السوشيال ميديا وأثرت فيي وشدتني، بحب أنه أتشاركها معكم أنا وياكم صباحا. أنا ومرقة هيك عم فلفش على السوشيال ميديا في شيء أثر فيي جدا، نحن بنعمله بس ما بننتبه. فكر بالكلمة اللي بتطلع مطرح ما بتوصل، شو بتعمل؟ إذا عرفتها رح ترسم ضحكة أولى، وإذا لقيتها بتخلق أمل صرخها، وإذا كانت بتخفف وجع كبرها. بس الكلمة اللي بتحسها تقيلة وطالعة منك سئيلة، مطرح ما بتوصل بتقتل قبل ما تلفظها اسكتها. في كمان خبرية هيك صباحية مرقت معي وقريتها. رجع الملك لقصره بليلة شديدة البرودة ورأى حارس عجوز واقف بملابس رقيقة قدام القصر. قرب منه وسأله الملك: انت منك حاسس بالبرد؟ اجا قال له الحارس: بلا، عم بشعر بالبرد الشديد، بس ما عندي تياب تدفيني منيح، ولا عندي الحاف ولا حرام ولا اي شيء. قال له الملك: يلا انا رح ادخل على القصر واطلب من احد خدمي انه يعطيك لباس يدفيك. انبسط الحارس كتير وقعد ناطر كل الليل. لما دخل الملك القصر نسي وعده، وبالصباح تاني يوم كان الحارس العجوز فارق الحياة، إلى جانبه ورقة كتب عليها بخط مرتجف: أيها الملك، تحملت البرد كتير كل الليلة صامد، وعدك إلي بالملابس الدافئة سلب مني قوتي وقتلني. صديقي وصديقتي، المقولة بتقلك والعبرة بتقلك وبتقلي اليوم صباحا، وعودك للآخرين تعني لألون كتير وأكتر ما بتتصور. ما تخلف بوعدك، أنت ما بتعرف شو عم تهدم حواليك. صديقي وصديقتي، خلوا وعودكم تكون قد كلمتكم وتكونوا أوفيا بوعودكم، لأنه ما بتعرفوا شو بتولدوا وراكم أو شو بتهدموا الأشخاص يلي عم تعودون. هلا رح نبلش أنا وياكم بأول فكرة هل تعلم؟ بفكرة هل تعلم على طول نعطيكم معلومات ثقافية علمية ومفيدة تاريخية جغرافية حول العالم عن الإنسان عبر التاريخ عبر العصور، ونحن بالأيام العادية بنجهلها وهون بدنا نسلط الضوء عليها. يوم معلومتنا سريعة ومفيدة عن العلوم العامة. أول معلومة، هل تعلم أنه أخطر الأشياء على صحة الإنسان هن السكر والملح؟ هل تعلم أنه أكبر هرم بالعالم مش مصر، موجود بمصر، وإنما موجود بالمكسيك؟ هل تعلم أنه أول من قام باختراع المقص هو الرسام العالمي ليوناردو دافنشي؟ هل تعلم لما الإنسان يفوت ينام بمكان بارد يصاب بالكوابيس؟ هل تعلم أنه عدد الولايات الموجودة بالولايات المتحدة هن 50 ولاية أمريكية؟ هل تعلم أنه أكل الثوم والبصل بيساعد بتسريع نمو شعرنا؟ يلا يا نسوان وفتيات، كتروا بأكل الثوم والبصل، بس ما تظهروا ديتنج لما تطلع ريحة الثوم، هيدا الشيء أكيد بينمي شعركم وأيضا عند الرجال. هلا مشاهدين رح ننتقل أنا وياكم لفكرة كل العالم تنطرها، فكرة اتيكات. بفكرة اتيكات على طول بعطيكم تبس وقواعد فن التعامل مع حالنا مع ذاتنا ومع غيرنا حسب المناسبة، حسب نحن وين موجودين، حسب المكان والزمان، كمان نكون أفراد منسجمين مع البيئة يلي عايشين فيها ومع المجتمع يلي حوالينا. يوم
بما انه الصيفية عم تخلص وقدمين لفصل العام الدراسي، وانا بتمنى هون انه عن جد يكون في عام دراسي، لانه ما نجرب نضرب التعليم، مثل ما اقول مثل الشهير، اذا بدكم تضربوا المجتمع اضرب التعليم. فنحن اكيد بنتمنى من كل قلبنا انه العام الدراسي ما يكون موجود بالكامل كرمال اجيالنا تتعلم وتتابع مسيرتها الدراسية ومسيرتها التعليمية. في حال إذا الله راد بأيلول وتشرين الطلابنا رح يدخلوا العام الدراسي، رح أعطيكم تيبس قواعد اتيكات المحاضرات والفصول الدراسية. الاتيكات مش مظاهر مشاهدينا وإنما سلوكيات أيضا، والتواجد بأماكن خاصة بخدمات معينة منه أمر عادي جدا. نحن بنفكره سهل ولكن بفوتنا كتير مشاكل، من المحبب ومن الأفضل أن نتبع قواعد اتيكات ونلتزم فيها، وخاصة إذا كنا بمكان كلنا موجودين فيه، بمكان كلنا عم نستفيد منه بنفس الوقت، يعني يلي هو كان الصف بالمدرسة أو بالجامعة أو كنا بقاعة المحاضرات. مشاهدينا إذا كنا بالجامعة بالمدرسة أو بقاعة ومحاضرات، لما ندخل قاعة لازم ما نتزاحم مع بعضنا، ندفش بعض مين بفوت قبل. ليس مطلوب من الشباب أن ينطروا الفتيات ليفوتوا على قاعة العلم أو الحصول على أماكن خالية. ما عطول الشباب ينطروا على الباب أو بالكوريدور أو بالكرمال ينطر البنات ليفوتوا، لا، الشباب بفوتوا البنات بتفوتوا، ما بتفرق، لأن احنا فايتين نتعلم وفايتين على أماكن عامة وحياة اجتماعية. هون نحن كلنا بنعملها هيك بعفوية، وبنعملها بهيك بطريقة يمكن عشوائية وما بننتبه لها. إذا بدنا نفوت على الصف أو نفوت على قاعة المحاضرات، على طول بنقعد بجوار أو حد أصدقائنا وبنعمل مثل كلان أو جروب هيك على طاولة تنفوت نجرجر وندردش أثناء المحاضرة أو أثناء الصف أو أثناء الدرس. على طول بأثناء الصف ما نجرب نقعد حد أصدقائنا كرمال ما نلتهي، كرمال ما ندردش، كرمال ما نقضيها عم نسرسر كل الوقت. نجرب كل واحد يقعد بمكان خالي بعيد عن بعض، بالبريك لحقين نقعد مع بعض ونحكي مع بعض. كمان بأثناء المحاضرة والدرس عطون نخلي تليفوننا مسكر وسايلنت كرمال نركز على الصف. كمان حلو انه كنا طلاب او كنا عم نحضر محاضرة نشارك الأستاذ أو الدكتور أو البروفيسور أو يلي عم بيخاطب أثناء المحاضرة، نشاركه بالحديث، نتفاعل معه، نتطلع فيه، يكون في آي كونتاكت بينه وبينه، ما نتطلع كل الوقت بالأي سي أو نتطلع بالساعة أي متى رح يخلص أو نتطلع بالتليفون أو نتطلع ورانا أو نبرم ظهرنا، يكون في آي كونتاكت نتفاعل معه تنبين مهتمين بالموضوع اللي هو عم بتناوله. وإذا كنا كمان عنا أي استفسار أو أي سؤال نرفع إيدنا، أكيد ما نقطشوا عن الحديث، نرفع ايدنا ونسأله الأسئلة. وإذا كنا وبتصير معنا ومش غلط أبدا، إذا كنا من الأساس مش فهمين الموضوع من أول لآخره، ما يعني مش مستحبة ومش وقت المناسب أنه نسأله تيرجع يعيد الدرس من أول وجديد، كمان ما ناخد وقت غيرنا. بعد البريك على جنب نسأله، ناخد رقمه للأستاذ أو الدكتور، نوقف على جنب نحكي، ناخد رقمه وبعدين نسأله بالتفاصيل على الموضوع يلي ما فهمناه. وكمان حلو نتفاعل كلنا سوا، نخلي غيرنا كمان يسأل، مش نحن ناخد المبادرة على طول وناخد وقت غيرنا. كمان إذا كنا الموضوع فهمين قبل بوقت عنه أو قرئين عنه أو أخدين فكرة عنه، كمان حلو أنه نتشارك نحن أو نعطي معلومات، نبدل معلومات نحن والدكتور أو الأستاذ أو يلي عم بيخاطب أثناء المحاضرة، للبين نحن كمان بنعرف الموضوع ومهتمين. أكيد ما نجرب أكيد كل وقت نقاطع عن الحديث، نرفع إيدنا على طول، نرفع أصبعنا. وكمان نحترم غيرنا، إذا بده يسأل ما ننتقد غيرنا، مش غلط نسأل، مش غلط نبين نحن ما فهمنا أو ما استوعبنا. هول هيك مثل تيبس سريعين بالقواعد الاتيكات. نحن هون جايين نتعلم، جايين نستفيد من الموضوع اللي نحن عم نتلاقيه، من جايين لا نضيع وقت ولا نتسلى نحن ورفقاتنا قاعدين على الطاولة ولا نقضي كل وقت على السيلولر أو على التليفون، ولا جايين نقطع وقت، جايين نحن نستفيد. وأهم شيء يكون عنا فن الإصغاء. نحن عطيتكم تيبس بالحلقات السابقة بفكرة اتيكات بكافي بريك، فيكم تبعوني عبر يوتيوب كيف يكون عنا فن الإصغاء، مش نسمع بس وإنما نصغي منيح
يلي الموضوع يلي عم نتلقيه نركز يكون في اي كونتاكت ومش ما نتردد ومش غلط ابدا بين احنا ما عرفنا او ما فهمنا او ما استوعبنا الموضوع نرفع ايدنا واصبعنا بكل احترام ونسال السؤال يلي الموضوع او الفكره يلي ما فهمناها. مشاهدينا عم تلقى انا وياكم لفكره الحلقه عنا. يوم مشاهدينا رح نعمل انا وياكم هيك جولات سريعه على المناطق والقرى السياحيه هالمره بشمال لبنان يلي بتمتاز هيدي المواقع بجمال طبيعتها يلي بتجذب السياح من كافه المدن اللبنانيه والسواح من العالم كله والعرب كمان خارج لبنان لانه بتمتاز بجمالها الطبيعي والمشاهد الجبليه والمساحات الخضراء والانهر والبحيرات وكمان فيها الاثار العمرانيه اللي بتعود لعصور عديده. اول منطقه بشمال لبنان رح نعمل هيك جولات سريعه انا وياكم هيك جوله صباحيه. اول منطقه منطقه بينو. تعتبر بلده بينو من اهم المعالم الاثريه والسياحيه يلي بيقصدها الكتار وبتوقع بينو بمنطقه عكار وبتشتهر بزراعه الزيتون واللوز والحبوب وصناعه عصير الرمان وموارد وما زهر. وبتشتهر ايضا البلده بزراعه الصنوبر والبلوط وبساتين الورد والياسمين. جولة تانية على منطقة أميون. قرية لبنانية من كرة قضاء الكورة بمحافظة الشمال بتبعد عن بيروت حوالي 78 كيلومتر شمال بيروت. تتميز أميون بأثار فينيقية ورومانية من أهم أثارها كنيسة مارجيريس يلي بنيت على أنقاض معبد الروماني. ويذكر أنه أميون هي عاصمة الكورة بيشتق اسمها من الآرامية ومعناه أرض اليونانيين. هلأ جولتنا لأهدن. بلدة جبلية لبنانية بتوقع بقضاء زغرتا بمحافظة الشمال بترتبط بعلاقة خاصة مع مدينة زغرتا يلي بتبعد عنا 25 كيلومتر. هيدي البلدة عادة المقر الصيفي لجميع العائلات الزغرتوية إضافة أنه مقصد للمصطافون من مناطق الزاوية والكورة إضافة إلى طرابلس وأيضا بنلاقي كتير سواح عرب وأجانب بيقضوا الصيفية بإهدن. وايضا في محميه حرش اهدن الطبيعيه يلي هي لابا عروس الشمال وبيجي اصل اسم اهدن من ادونيس اسطوره ادونيس وبتدل على قوه الاستقرار والهدوء. مشاهدينا هلا جولتنا لوادي النوبين. تعتبر بلده وادي النوبين من اروع مناظر لبنان بتتضمن العديد من الاديار ومن الاديره. كمان بمر فيها نهر اديشه يلي بينبع من مغاره أرز الرب واقع على أعلى قمة وهي قرن السودة. ويعد وادي أنوبين أو وادي المقدس قضاء بشري بشمال لبنان من أكثر أماكن طبيعية جذبا للسياح بلبنان والعالم حيث اجتمعت فيه العوامل الطبيعية والبيئية والدينية. قرية أكروم. تقع قرية أكروم بأقصى شمال لبنان وبتتألف من 7 مناطق أبرزها منطقة تسمى النبي بري وهي منطقة محاذية لحدود سورية. تعرف أكروم بمناخها المعتدل المائل للبرودة حتى بأيام الصيفية ما بتحس أبدا بالشوب. وهي بتحتوي على كتير من المعالم الأثرية من المغاور وكانت قديما مسكنا للكثير من الشعوب من الفينيقيين والرومانيين. هلأ رح ننتقل لدوما. بترتفع قرية دوما 1000 متر فوق سطح الأرض بمر عليها اليونانيون والرومان والعثمانيون. وايضا يعود اسم دوما لعهد اليوناني ويعني القصر مع الاشاره انه هذه القريه لا قصر فيها ابدا بس فيها منازل هيك عليها ارميد بتتميز وبتتزين بالارميد الجميله جدا كمان هيك بسموها دوما مع انه ما فيها كثير قصوره بس بيوتها هيك مثل القصص بتحس حالك مثل بالكون دفيه روعه جدا. دوما انا زرتها هيدي الصيفيه بنصحك تزورها يا مشاهد يا صديقي. هلا رح ننتقل لبلدة بشري. هيدي القرية هي مولد الشاعر والرسام الشهير المفتخر فيه جبران خليل جبران وبتحتوي على متحف بيحمل اسمه. اسم بشري جاي من العهد الفينيقي ويعني منزل أشتار وهي آلهة فونيقية. حصرون. فيك تصلى يا صديقي عبر طريق شكا أميون قصبة حدث الجبة حصرون طرابلس كزبة عبر زغرتا كمان وأهدر وبشري وحصرون هالطريقة فيك توصلها كمان.
تقع هذه القرية بقضاء بشري بتكتسب موقع خاص بتميز من الخدمات بكل الخدمات الصحية التربوية والسياحية، إضافة إلى شهرتها بزراعة التفاح والكرز، معروفة حصنون بزراعة الكرز كثير طيبة جدا. وبتحتمل هيدي عفوا بتحمل هيدي القرية بلقب الورد الحمراء لوجود القرميد الأحمر يلي بغطي وسط المدينة. هلا رح نزور الإبيات. بتبعد قرية الإبيات عن بيروت 140 كيلومتر، حيث توقع بالغرب بلدة عكار العتيقة، ومن الشرق بلدة عندقت، من الشمال كورة الباردة والنهرية وعيدمون، ومن الجنوب خط فاصل بين قضائي عكار بمحافظة الشمال والهرمل بمحافظة البقاع. مساحتها 70 كيلومتر تقريبا، غنية بالموارد المائية، حيث تحتوي على تراث من العصر الجديد. هيدا بيعتبر أرض الإبيات خصبة، هيدا بيخليها تكون عامل جذب للسكان لبناء المنازل. هلا رح نزور المدينة السياحية بامتياز، في قول اختها يمكن لمدينة جبيل، هي البترون. بترون احدى المدن اللبنانية من مدن قضاء البترون بمحافظة الشمال. تمتد هذه المدينة من ساحل البحر بالغرب وصولا الى جبل منيطرة على ارتفاع 2700 متر عن سطح البحر، اما مساحتها 278 كيلومتر مربع. بتحد البترون من شمال قضاء الكورة، ومن شرق قضاء بعلبك من محافظة البقاع، ومن الجنوب قضاء جبال من محافظة جبل لبنان. وتعتبر البترون من أقدم المدن بالعالم اليوناني طريس، حيث تحتوي على أثار فينيقية مميزة وعلى سوق قديم حافظ عليها أهل البترون. والبترون مدينة ساهرة جدا، ما بتنام أبدا، يعني مدينة السياحة جدا. هلا انا ويكو لمنطقه تنورين. تعتبر تنورين احدى البلدات الاساسيه اللبنانيه بقضاء البترون بمحافظه الشمال. تمتد هذه المدينه من دوما لحدود اليمونه، ومن حدود العقوره الى حدود بشره وحدث الجبه. وبتوقع التنورين بين وادي القديسين ووادي نهر ابراهيم، وبين افقى وارز الرب. تحتوي تنورين على محميه الارز اللي هي احدى الأجمل بلبنان، واسم تنورين من الكلمة السريانية تنور، وهي حجرة للخبز من العصور القديمة. شمال لبنان روعة جدا، تمتاز بكل هالهيك المناطق، في كتير مناطق جدا كبيرة. أنا عدلتكم هيك أبرز مناطق سياحيا معروفة، في كتير مناطق أكيد بالشمال وبالجنوب وبزحل وبشوف لبنان كله سوا على سوا على بعضه، منحبه مثل ما هو. هيك لبنان على طول بوصفه مثل بنت الحلوة، كل عالم عينا فيها. في كتير مناطق، بس أنا كسميت جدا هيك لضيق الوقت كم منطقة كتير حلوة حلو تزوروها. سيفي بعد ما خلصت فيكم تلحقوا حالكم وتزوروها. عفوا هيك شوي يمكن عم ضيع بالكلام، لأنه عن جد مبهورة كتير بجمال لبنان. هلا أنا وياكم رح ننتقل لفكرة time to get fit. يوم مشاهدينا بفكرة تام تو جيت فيت، عنا الترينر وكوتش كريز عزان يلي بيعطينا على طول افضل تمارين رياضية منزلية. هو ترينر وكوتش بيمار في الجيم فرح باب. رح نشوف هلا شو بده يعطينا. اوكي، رابع اكزرسيس لليوم هو رح يكون ستاندينج سايد كرانش. رح نكون على الواقف، رح نجرب نشغل معدتنا من السايد واي اول شيء. صصت. اوكي، خامس صبايا. خامس واخر اكزرسايز لليوم رح يكون ستاندينج اوبليك كرانش. الفرق رح نعملها لجوا، رح نكون بالعكس. يعني هيك بنشوف تمارين رياضيه منزليه سهله وسريعه، ما عندنا اي حجه نقوم نتنشط ونحرك جسمنا. انا بشكر هون كوتش اند ترينر كريس ازان،
ترينر وكوتش بيمر في الجيم. فرح بيه بتشكره من كل قلبي لانه على طول عم رفقنا بكل فقراتنا وبكافي بريك عم يعطينا على طول افضل التمارين الرياضيه. مشاهدينا وصلنا لنهايه لقائنا، رح اعمل ريكاب ملخص صغير قبل ما اختم الحلقه. بفكره هل تعلم اعطيتكم معلومات علميه هيك عامه، بفكره اتيكات اعطيتكم قواعد كيف نتبعها خلال المحاضره اذا كنا بقاعه محاضره او كنا عم نحضر صف، كنا طلاب مدرسة أو طلاب جامعة، وخاصة هلأ كمان إدمين على العام الدراسي. وأيضا بفكرة الحالة عنا عملنا جولة أنا وياكم لأبرز المناطق السياحية والروعة بقضاء أو محافظة شمال لبنان. وكمان بفكرة time to get fit، أنا بشكر هون again ومشددا ترينر and coach كريس أزان. مشاهدينا وصلنا لنهاية لقائنا أنا وياكم، ما تنسوا تفعلوا الجرس، تعملوا سبسكرايب على يوتيوب تشانل مريم تي في لبنان، وأيضا فيكم تبعونا مباشرة لايف عبر فيسبوك مريم تي في، اللي عليكم تكبسوا لايك بس. مشاهدينا أنا من كل قلبي بقلكم أنه خلوا الأمل والبسمة والفرح يكون سلاحكم، والتفاؤل يكون سلاحكم على طول وين ما رحتوا وين ما جيتوا. كمان خلي يكون إيمانكم هو سلاح متين، ما في شيء بزعزعه أبدا. أنا بشكر حضورك، بشكر حضورك. كافي بريك ما بيحلى، وأنا مأكد صبحيتي ما بتبلش إلا معك ومعك.